دكتور طلعت الحقيقة يمكن سيادة المستشار أشار لفكرة تحدي التعاونيات وأن القضية دي برضو مهمة جدا بالنسبة لجلسات بكرة إن شاء الله. ليه مهمة وإيه أكتر حاجة ممكن تكون جدلية فيها؟ هو يمكن هو أشار لأن يمكن معني لأن أنا فعلا يمكن بشوف أن أنا عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات فضلا أن أنا رئيس الاتحاد العام للجامعات الأهلية، ده شق وده شق يعني. فالاتحاد العام للتعاونيات له مجلس إدارة، الاتحاد العام للتعاونيات بيضم 5 اتحادات تعاونية، في اتحاد التعاوني الزراعي، وفي اتحاد التعاوني الإنتاجي، وفي اتحاد التعاوني الاستهلاكي، وفي اتحاد التعاوني للإسكان، وفي اتحاد التعاوني للثروة المائية والسمكية. دول بيمثلوا العدد 18,000 جمعية تعاونية. يمكن أكبرهم الاتحاد التعاوني الزراعي اللي هو 8,000 جمعية زراعية، مفيش قرية مصرية ما فيهاش جمعية زراعية. طبعا التعاونيات دي تعتبر من الموضوعات غاية في الأهمية، لأن التعاونيات دي لو صلحت وأدت دورها كما يجب أن يكون تقوم بحل العديد من المشاكل. لأن التعاونيات هي دي تعتبر، احنا طبعا معروف الدولة أو الخدمات اللي تقدم مثلا للمواطنين إما حكومة وإما قطاع خاص وإما قطاع أهلي. فالتعاونيات دي بتحقق التوازن، البالانس أو التوازن ما بين القطاع الخاص اللي هو دايما هادف للربح وبين القطاع الحكومي اللي ممكن خدماته ما تبقاش جيدة قوي. اللي بيحقق التوازن هو قطاع التعاوني، لأن قطاع غير هادف للربح. يعني قطاع التعاوني أما يجي مثلا المفروض أن يدي المستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين، مبيدات، أسمدة تقاوي وبسعر مناسبة، فده غاية في الأهمية. هو المعني أن هو يعني يساهم ويشارك الحكومة طبقا للمادة 29 من الدستور في تحديد أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية، فده دور مهم جدا. في التوعية للفلاحين، في تقديم كل كافة الدعم، أيضا نفس الكلام. التعاون الإنتاجي نفس الكلام، بيساعد الجمعيات الصغيرة إن هي تنتج وتكون تعمل مراكز تقديم منتجات. أيضا اتحاد التعاون الإسكاني ده بيحقق حاجة غاية في الأهمية، إن يوفر مساكن للمواطنين بسعر عادل وبقيمة جيدة وبالتقسيط. أيضا التعاون الاتحاد التعاوني للإسكان، دي معلومة حضرتك، هو ده المسؤول عن أكتر من 70% أو 80% من الثروة السمكية في مصر. يعني الاتحاد التعاوني الاستهلاك اللي هو الأسماك هو المعني ب 70% أو 80%. فطبعا التعاونيات ديت لو تم دعمها والوقوف خلفها، وإن هم عندهم قضية مهمة جدا ومهتمين بيها وهيطلبوها غدا، هم عايزين قانون موحد للتعاونيات. مشكلة التعاونيات دلوقتي إن كل اتحاد فيهم ليه قانون خاص، وكل يعني وفي تدخل من الجهة الإدارية في شؤونهم. يعني مثلا الاتحاد التعاوني بيبقى مش كله بالانتخاب، جزء بالانتخاب وجزء بالتعيين. الاتحاد التعاونية لازم هم عايزين يعني يبقى لهم مشاكلهم تتحل، وحدة وقوة، لأن القانون أما يبقى قانون قوي هيقويهم ويستطيع إنه يحل لنا. إحنا في مصر في هذه الفترة المهمة جدا والحرجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بها الدولة، نحن في أمس الحاجة لتعاونيات قوية تستطيع إن هي تساهم الدولة في دعم الاقتصاد الوطني ودعم المواطنين ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجا. صحيح.